إلى ذلك تسببت العواصف الترابية المتكررة بخسائر مالية كبيرة نتيجة توقف الحركة التجارية في أسواق الفلوجة ضمن محافظة الأنبار، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالمواد الغذائية جراء تلك العواصف بحسب ما أكده تجار وأصحاب محال في مدينة الفلوجة. يعني عندنا احنا أسر غذائية صار بها أضرار هواية من ناحية الشكر، الشاي، الدهن، البقوليات، هاي كلها خسارة قوية من وراء العجة. الأتربة لها تأثير قوي على المواد الغذائية والأسواق بصورة عامة، يعني الغذائية والمخضر، يعني حتى الشغل يخف. أكيد طبعا هاي الموجة الأخيرة والموجات اللي مستمرة من القبار لها تأثير سلبي وكل السلبي على الأسواق وعلى المحلات بصورة عامة. الفترة الأخيرة هاي يعني سجلت حركة صفر، يعني حركة الأسواق المتبضعين بنفس الوقت. يعني نطالب من الجهات المعنية من وزارة الزراعة، وزارة البيئة والناس المعنيين أنه يهتمون بالحزام الأخضر اللي هو حزام حول المدن الصحراوية.